مشاهدينا من جديد، والحقيقة اليوم نتحدث عن موضوع أكيد بهم كثير من السيدات والرجال أيضا، وهي عن الهالات السوداء حول العينين. مشكلة الحقيقة بيعاني منها الكثيرين، فيما تختلف أساليب التخلص منها، ولكن ما جديد في هذه أو التقنيات الجديدة لحل مشكلة الهالات السوداء؟ ولأنه ضلينا لفترة طويلة ما كان في إلها حل، رح نستضيف طبعا مديرة استاتيكا كلينيك الدكتورة ماريا خاطر. أهلا وسهلا فيك دكتورة ماريا. يا هلا، سعداء بتواجدك أكيد معنا، دايما بنشوفك بالتقارير موجودة عن الجمال، ولكن الآن موجودة معنا بشكل مباشر على الهواء. يا هلا فيكي دكتورة. في البداية تحدثينا عن الهالات السوداء، كثير من الناس فعلا بيعاني منها ولكن ما بنعرف أسبابها. هل أسبابها من ممكن نعتبر أنها هي وراثية أم بسبب سلوكيات خاطئة نرتكبها، سهر، تدخين إلى آخره؟ تشرحي لنا أكثر. طبعا الاشياء مثل السهر والتدخين لهم تأثير يعني، وكمان مثل إذا الواحد عنده فقر دم بيبين هالات السوداء تحت العين. بس السبب الرئيسي هي بتكون وراثية أكثر الأوقات، وهي عشان البشرة بتكون رقيقة كتير ببعض الناس، وبنفس الوقت بيكونوا الشرايين تحت العين سطحية.